ذهبت إليها وتكلمت فيها عن مصر. لكن أنا لا، أنا مش بتكلم بقى عن هنا عن بسام وزاهي والدكاترة اللي بيطلعوا في التلفزيون أو بيطلعوا في الراديو كثير، لا، أنا بتكلم على جيش عرمرم جرار من العلماء الحداث، السن ما بين عشرينات وثلاثينات، ما يزيدوش على 40 سنة في النوم، تكون لديهم من العلوم من الماجستيرات والدكتوراهات والكتب التي ألفوها باللغات العالمية، ويكونوا على اتصال بالشخصية الأجنبية. مهم قوي بقى دي، ان هم يكونوا على، انا على اتصال بالشخصية الأجنبية، انا مرشد سياحي فحياتي تقريبا سنين وسنين وسنين منها مع الأجانب، فبالتالي انا عرفت الشخصية الأجنبية من هذا المنطلق، فهنا ده شيء مهم جدا. طيب بالنسبة للمجموعة الأجنبية دي بقى اللي هي اللي اتعرفت على المصريين، بقى هيكونوا عرفوهم، عارفين الأبواب ازاي يدخلوها، ازاي يفتحوا مفاتيح للوصول إلى العقل الأجنبي بالطريقة العلمية الصحيحة بدون مبالغات، بدون تكرار لأخطاء. يعني للأسف الشديد مثلا هناك مثلا بعض المحاولات اللي حصلت، زي مثلا المحاولة اللي حصلت يوم 10 مايو، حصل محاولة فردية من عالم آثار مصري يريد خيرا يعني راجل، ولكن للأسف الشديد المخرجين بتوع الفيلم بتوعه والمونتاج بتاعه ربما كانوا مش على نفس القوة التاريخية بتاعته، فبالتالي الفيلم خرج بطريقة لطيفة وفي مدة وجيزة تمام، لكن به خطأين يعني لا يقع فيهم طالب يعني في سنة رابعة ابتدائي، يعني بيهم خطأين جماد قوي 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 يضعفوا من الفيلم، خلاص الناس مش هتاخد الفيلم ده بعد الخطأين دول، مش هياخدوا الفيلم ده مأخذ الجد، مأخذ الجد يعني خلاص. في حاجة اسمها ثقة المشاهد، صح؟ زي ما في حاجة اسمها ثقة المستمع. لما ثقة المستمع، لما يبقى في مستمع قاعد عامل دكتوراه في علم الآثار المصرية وتخصصه مثلا في علم الأهرامات، بعدين يسمع ضيف جاي في إذاعة أو في تلفزيون بيقول مثلا إن هرم خوفو مثلا يعني في الصحراء مثلا أو في ليبيا أو في السودان أو في مثلا في سيناء مثلا أو في طنطا أو في بنها أو في اسكندرية مثلا، يعني باخد مثال يعني شوية مش موجود لكن عشان أعرض الفكرة يعني. طيب هل أنت عايزة تقنعيني بقى إن المستمع ده هيكمل معاكي 5 دقايق بعد ما يقول الكلام ده؟ طبعا لا، طبعا استحالة، صح ولا مش صح؟ استحالة، يعني استحالة يكون بعد. وبالتالي الخطأين، ولذلك أنا بنصح وقلت الكلام ده في داخل مبنى مشفيره من 4 أيام، وأعيد مرة أخرى عليكم في الإذاعة المصرية هنا في هذا هذه النافذة، أقول نصيحة: يتم الاتصال عن طريق العالم المصري المخرج بتاع الفيلم، يقول له لو تسمع شيل الخطأين دول، وده فيلم نت، ده فيلم على الانترنت، ده مش فيلم سينما، يعني ده فيلم دوكيومنتري او فيلم وثائقي على الانترنت، يعني ابلكيشن صغنن كده مجانا بينزله بتاع مونتاج، شاب عنده 15 14 12 سنه هيقدر يعمله لك، مش محتاج لا تكلفه ولا فلوس ولا اي حاجه، مجرد ان هو هيخش بس يقطع الخطأين الواضحين جدا جدا، يعني واضحين لكل ذو يعني عقل في جمجمة. طيب فاذا اول حاجه الطلب اللي انا طلبته التأني في عمل الفيلم عشان الفيلم يطلع قوي. 2 عرض الفيلم وقت ما هو بيتكتب، اللي بيكتبوه علماء آثار وتاريخ متخصصين، ويكون الفيلم ده يعرض على استشاريين من العلماء الكبار بتوع الجامعات، استشاريين في التاريخ وفي الآثار، ده نمرة 2. بعد ما يخلصوا الاثنين دول من الموضوع ده والفيلم يطلع، يتم حاجة اسمها عرض خاص. عرض خاص ده بقى انت بتجيبي كده دار كبيرة كده، دار سينما كبيرة كده، وتدعي الناس كده ليلة مجانا كده، تجيبي بقى
تجيبي 30 40 مرشد سياحي، على 30 40 مفتش آثار، على 20 30 دكتور جامعة تخصص في الآثار والتاريخ، على 10 20 من عمداء كليات الآثار وفي جامعات مصر جامعات، خلاص، على وزير الآثار والسياحة، على مسؤولي الآثار في وزارة الآثار زي دكتور مصطفى وزيري، وهو رجل له باع في التاريخ وله باع خارج البلاد وداخل البلاد، يعني رجل حاضر في الخارج وحاضر في مصر، كويس. يعني انا باخد مثال دكتور نزيه سليمان مثلا، يجيبه بتاع الانثروبولوجيا بقى علم المصريات وعلم انسان عشان يقول لنا على الجينومز والجينات ويجيب لنا الجينات ويرد على فكره الجينات الاصليه بتاعت الملكه الفلانيه والملك الفلاني. نجيب علماء في علم تاريخ واثار النوبه علشان عندما نقول لهم ان النوبيين المصريين جيناتهم غير جينات النيجرويد الزنوج الافارقه، نبدا نتكلم علم على اساس كبير. نجيب مديرين المتاحف المصريه، يعني عندنا اكثر من 50 متحف في مصر، كل دول يجوا يحضروا في ليله خاصه في دار سينما واحده، ويخرجوا من هذا اللقاء مطلوب منهم تقرير في خلال اسبوع. انا بدي الخطوات بالتفصيل اهو عشان علمائنا اللي او مسؤولينا اللي هيسمعوا هذه الحلقه او يسمعوا على الانترنت يبقى عندهم الخطوات العلميه الصحيحه لراجل بقاله 40 سنه بيقرا تاريخه بيلف العالم وبيحاضر عن مصر اللي هو العبد لله. خلاص، يتم اعطاء التقرير في خلال اسبوع من انهاء الايه العرض الخاص. التقارير النهائيه دي اللي هيمشي عليها المخرج، يعني لو التقارير قالت في حته هنا غلط المخرج هيشيل الحته الغلط، التقارير قالت في حته لسه ناقصه زودوها شويه سوف يتم الاتصال بالمسؤولين والايه والمتخصصين عشان يزودوها شويه، وفي الاخر يخرج لنا فيلم يعيش سنين وسنين وسنين، وليس فقط فيلم يرد في عجاله فيقع صاحبه في من كتر بقى الجري بقى والسربعه وقع صاحبه فيه، فبدل ما يدافع هو ذات نفسه وقع في معضله كبيره. انا عامل زي الدبه الدبه كانت بتحب صاحبها، صح؟ يعني الدبه اللي كانت عايزه تنقذ صاحبها من الدبان ضربته بالطول، ما هي كانت بتحبه، هي مش عايزه الدبانه تضايقه وهو نايم، لكن ضربته بحته دبشه جابت اجل، صح ولا مش صح؟ احنا مش عايزين احنا مش عايزين بقى الدبه اللي ايه اللي بتضرب صاحبها او بتقتل صاحبها، وهذا شيء هام جدا في هذا الموضوع. وهكذا انا يعني شرحت لكم على مدار حلقتين كل ما هو له علاقة بهذه السيدة من الناحية التاريخية والأثرية، كل ما هو له دعوة بالأفروسنتريزم وحركة المركزية الأفريقية، وكل ما هو له دعوة بفيلم العاشر من مايو، وأيضا فيلم دكتور داهي الذي ابتغى منه أن يرد على الفيلم بتاع المنصة الخاصة. أيضا أحضرت لكم اليوم نسب وإحصائيات حديثة فقط خرجت الآن من مواقع شهيرة عالمية موثوق بها لتقول لنا أن مشاهدة ونسبة مشاهدة فيلم كليوباترا الأصلية كانت نسبة مهينة جدا بالنسبة لإصحاب الفيلم، مما سوف يجعلهم يفكرون مرة أخرى عندما يقدمون على مثل هذه الخطوات مرة أخرى. وهكذا تكون إذاعتهم الغراء ويكون العبد لله ويكون مهندس الصوت ومدير القناة والإذاعة المصرية والإعلام المصري قد أدلى بدلو وقد ساعد بشكل إيجابي في توصيل الحقيقة للعالم، وأيضا السادة المتطوعين الذين يسجلون هذه الحلقات ويضعوها على شبكات التواصل الاجتماعي يوتيوب، وبالتالي مفيش حجة عندك بقى يا مواطن، أديك عرفت إزاي تتعامل مع الدنيا كلها، ادينا قلنا لك بلاش العصبيه، ادينا قلنا لك بلاش تقعد تحط لي في صور لعبيد والشفاه الغليظه ومش عارف ايه والكلام العصبي العنصري الشوفوني، لا في طرق راق، احنا مصر وبعدين الدنيا الرقي. صحيح. استاذ بسام شماع، عضو الجمعيه التاريخيه وعضو اتحاد الكتاب والمؤرخ المصري والمحاضر الدولي، يعني ما نخلص به في هذا اللقاء انه
لا داعي للعنصرية، لا داعي ل يعني نقول ايه مثلا تعصب الغير واعي. وحضرتك يعني تفضلت من خلال الحوار قلت انه يعني في هتبقى في افلام افريقية جاية، او يعني زي يعني هيبقى في كده يعني مجموعة من الافلام الافريقية القادمة. عايز اعرف حضرتك بتقول ده بناء على ايه وماذا تقصد به يعني؟ يعني الكلمة بفكرة القصد أنه عندما تتكلم عن شيء تكون درسه كاملا لا تتعجب، وفي نفس الوقت لا تبالغ، وفي نفس الوقت لا تستهين. يعني هي الثلاث لقات دول أنا مسميهم الثلاث لقات. الثلاثة لا تتعجب، لا تستهين، وفي نفس الوقت لا تبالغ. وده اللي احنا اتبعناه واللي أنا اتبعته في أسلوب ردي على مدار شهر ويه على هذه الحركه الافرو سنتريزم او المركزيه الافريقيه. وبالتالي بعتقد ان في نهايه الحلقه اليوم او نهايه فقرتي معكم اليوم استطيع ان انام وانا ضميري مستريح في التعامل مع هذه القضيه، واقول نحن لن ننام، نحن لن نستريح، ولن نكل ولن نمل. وانا بطمنكم لن يجرؤ، لن يجرؤ ولن يستطيع من اصله احد ان يسرق حضاره. لن يستطيع احد ان يسرق حضارته، ولكن يستطيع ان يلقي ببعض القاذورات وبعض الطين وبعض التراب عليها ليصيبها ببعض هذه الايه؟ التزويرات. وده اللي احنا هنبقى واقفين ونحرص ان هو ما يحصلش كل مره.